السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما يسمى بالمطر المتجمد أي freezing rain. ترى الأرض يعني نظيفة ولكنها خطيرة جدا للقيادة وللمشي. اظهر بالكاميرا لو سمحت، اظهر الشارع. شوف الشارع يظهر أنه نظيف ولا خطر ولا أمر من الصعوبة، ولكن خطورة الأمر أن القيادة والمشي جدا جدا صعبة وخطرة، فتلغى المدارس ويلغى بعض الأعمال. ولا ترى هذه الخطورة بالعين المجردة، والأمر هنا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أحيانا لا تراها، ولا ترى أين الشيطان يأخذك. ولو رأيت أين الشيطان نعوذ بالله منه يأخذك، ما تعمل خطوة واحدة ما تعمل. ولكن نستهين بخطوات الشيطان اللي هي مزحلقة ومدمرة ومخزية والعياذ بالله، فنستهين فيها عادة. إذا نتذكر: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف الأرض نظيفة ولكنها خطيرة جدا، very very slippery. أرض ممكن بأي لحظة أن الواحد يعمل حادث. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.